اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء محمد امين مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الماليه وصرح المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه ان الاجتماع تناول استعراض نشاط صندوق تحيا مصر والدور الذي يقوم به على صعيد العمل الاجتماعي والتنموي حيث تم عرض مجمل مساهمات الصندوق خلال الفتره الماضيه وما يقدمه من خدمات للمواطنين في جميع انحاء مصر اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء محمد امين مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الماليه. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار احمد فهمي ان الاجتماع تناول استعراض نشاط صندوق تحيا مصر والدور الذي يقوم به على صعيد العمل الاجتماعي والتنموي. حيث تم عرض مجمل مساهمات الصندوق خلال الفتره الماضيه وما يقدمه من خدمات للمواطنين في جميع انحاء مصر. وتم في هذا الاطار الاشاره الى العديد من الانشطه التي قام بها الصندوق ومن بينها دعم الاسر الاولى بالرعايه والايتام وذوي الهمم بالاضافه لتنظيم قوافل للحمايه الاجتماعيه بالتعاون مع الجمعيات الاهليه ومؤسسات المجتمع المدني وتوفير المواد الغذائيه والكساء والمستلزمات المعيشيه المتنوعه للمستفيدين من خدمات الصندوق اضاف المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس وجه بمواصله تعزيز دور صندوق تحيا مصر باعتباره مكملا لجهود الدوله في تحقيق التنميه الشامله ودعم الفئات الاولى بالرعايه وتحسين مستوى معيشتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهه التحديات المجتمعيه وذلك بالشراكه مع اجهزه الحكومه ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومن خلال الانتشار الجغرافي الواسع، بما يصل بيد المساعدات التنموية والاجتماعية إلى جميع المستحقين في أنحاء الجمهورية كافة.